خدوا بالكم من نفسيكم يا رجاله، هتوحشوني والله. وانت كمان يا منصور، انت صحيح طلعت عين ابونا بس يعني عارف هوحشك وهتحس ان انت مفتقدني وهتموت عليا. ايه اللي وقع نصيب يا بلال؟ مش قوي كده يا عم، هو قصده بس يعني عارف اخد بالي من نفسي واكل كويس واشوف بنت الحلال واعمل بيت واجيب عيال. انا فاهم منصور، احنا عايزين نشكرك وبس. ده انسى ده، طالما فتح مش هيسكت.